ومعي عبر الهاتف مشاهدينا مدير عام مطار معتيقة الدولية السيد لطفي الطبيب. سيد الطبيب، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. في البداية، كيف هي اجواء عودة المطار الى العمل مرة اخرى بعد التوقف الذي جاء نتيجة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة؟ والله الان تم استئناف الرحلات اليوم صباحا لوصول رحلة الخطوط الليبية القادمة من المدينة المنورة، طبعا حجيج، ومن بعدها طبعا استأنفت الرحلات المجدولة للشركات العاملة بالمطار. الحمد لله الأمور تسير على ما يرام. طيب، بالنسبة للرحلات التي كانت قد غيرت إلى مطار مصرات الدولي، هل ستبقى كما هي أم ستحال مرة أخرى إلى مطار معتيقة الدولي؟ طبعا الرحلات التي تم نقلها لمطار مصرات أثناء إيقاف الحركة في مطار معتيقة طبعا سترجع إن شاء الله إلى مطار مصرات الدولي. جدول لرحلات بعض الشركات تفقد مطار مصراتها، هذا شيء أكيد إن شاء الله. ألا توجد أي عراقيل أو مشاكل في هذه العودة؟ والله إلى حد الآن يعني لا توجد لدينا أي مشاكل. ممكن بعض الرحلات يعني التي تم التبليغ عنها على أن يكون إصلاحها مثلا من مطار مصراتها، لحد الآن باقية في مطار مصراتها. طبعا هذا يعني اعطاء الوقت الكافي للمواطنين لمعرفه مكان اقلاع الطائرات التي يعني تخصهم ورحلاتهم. طيب، بالنسبه لهذا اليوم او الايام القادمه حتى اليومين القادمين على اقل تقدير، هل هناك رحلات مجدوله قد تغادر من مطار معتيقه؟ مطار معتيقه طبعا عندنا الجدول الرئيسي هيكون في التعديلات، ممكن بعض التأخير زي ما ذكرت لك لبعض الأمور وبعض يعني بعض الإجراءات اللي تتخذها الشركة، هيكون فيها تأخير لإبلاغ المواطنين بعودة الرحلة فيها الطلبية. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد مدير عام مطار معتيقة الدولي لطفي الطبيب.